السلام عليكم ورحمة الله، معكم طارق ورجعت لكم فيديو جديد عن لعبة كلاش روال. يا اخوان هلا افرجيكم قبل يبدأ التحديد كيف تعرفوا كم يصير برج ملكك تحديد جاي. هلا افرجيكم، بتروحون هون النت مشكلة كبيرة. هذه موسم كان صعب لرفع كوز، كان لازم اكون الى 6000 800 يعني. يلا هلا هرجع لكم مرة ثانية. رجعت لكم، هتنسخون هون نسخة بطاقة التعريف، وبعدين بتروحون على هذه الأخبار رويال، وبعدين تدخل هون وبعدين تضغط على هير. بعد كده هتعمل هون النسخ اللي سويتها، هنعمل هيك. تمام هيك طلع لي تمام. برج ملكي 14 راح يصير بعد كده، يصير بعد التحديد يصير 45 وبس هيك. ما بعرف ليش 45، كان لازم يكون 50. تمام هنلعب جيمين الهان، وهلعب تشكيلتي. وين راح هلعب هذه تشكيلة جيم وبتشكيلتي جيم تاني. يلا بسم الله، هندخل جيم اول نشوف ضد مين. نلعب كارلوس ضد كارلوس. تمام السهام غلط. هنلعب بلوك من ورا. تمام مينيون حلو. دافعنا، كان يريد يهجم وياخذ دامج بس ما خلينا. هلعب هذا هون عشانك. تمام ليش لا. تمام هيلعب لي هذا. لا ما راح. هذا هون لا اخذ دمج كتير فيه. لسه ما اخذنا ولا اي دمج. سكيلتون تمام. الامير من ورا. نعمل بريدكشن على هذه الكترو. لا خايف على جاينت. تمام هلا نلعب هذا وبإيدي هذا. نلعب عملاق من ورا. تمام هذه تشكيلة، لازم كان يكون هذه مكان المينيون الماينر، بس عندي ماينر ليفل 12 لهذا. ايش صار؟ تمام هذا من هون. حلو وهذا هون. يلا عندي اسهم كمان هيك. يلا هذا من هون.
انا العب مين هنا؟ لسه ما اخذنا ولا اي بنت. هنلعب امير من ورا. تمام. هلا هذا هون. يلا هلا يجان يموت، ما يخليه يروح. تمام هنلعب امير من ورا. هذا من هون. هلا نعمل بريدكشن على اسهم، اني على هذا. تمام. هذا من هون. هنلعب هذا من هون. هيك. تمام. وهذا من ورا. يلا روح. هيك وهيك وهيك. تمام اعتقد هيك يكون احسن. هذا من ورا. هيك هنلعب ايس، اني هنلعب هذا. هنلعب هذا من هون. هيك هيك. جاي ثاني هيك ضبط. اسهم. حلو 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 حلو. يلا روح روح. والله هنلعب هذا هون. هيك يلا يلا. والعوش تمام. خسرنا. إذا كان يكون ماينر معاي كان يكون أسهل. تمام هلعب بتشكيل هذه المرة. شو رأيكم هذه التشكيلة؟ أريد أسوي تشكيلة ميجاناد مع الرملة رام رايدر. هيك هذا من هون. بس احتاج بطاقتين احط مكانهم اعتقد. احط هذا كمان. احتاج بطاقتين. انتم اكتبوا لي بالتعليقات شو احط مكانهم. تمام هندخل هذه الجيم كمان. بسم الله. هذه موسم كان اريد اوصل الى 7000، بس وين؟ شوف شو بيطلع لي. نلعب هاي سيزار. خفافيش. هياكل. يلعب بالتشكيلة قبل لعبتها. قبل شوية. تمام هذا من ورا. فريز. ما بإيده زاب. هلا قتل اثنينات. هلا نلعب المقبرة بإيده زاب كمان. هنلعب هيك وخفافيش أسهم. تمام حلو حلو حلو. حلوة زاب. يلا يلا يلا. عاش عاش بطل. هنرجع إلى 6300 إن شاء الله. هذا هون هذا هون. تمام هياخذ ضربة بس. كان علي وما ياخذ ضربة بس أخذها. هنا هون التنيناري زابك. هنلعب هيكل عظمي. تمام بإيدو برنس وهياك.
كنت اريد اسوي بريدكشن بس ما صار. هنلعب هلا هذا هون. وهذا هون. هيك. يلا. ليش يلا؟ هون. هلا يلعب يهوك لأنه هذا ما يموت. هذا هون. هيك العظمي. ياكل لا. شوفوا لي كلب. ما راح يفوز ابدا. هذا من هون. هيك. يلا هيك. هيك. تمام. هيك. جي جي بلايت. بالاخير اخبزني يعني اريد اخسر هيك يعني. تفهموا كيف؟ تمام رجعنا. وهذا كان نهاية فيديو شباب. سووا لي لايك اشتراك في القناة ومع السلامة.